بيقول لك من أرقى وأثمى درجات الإيمان التصوف، وبيقول لك من لم يرى نور الله يقظة فليبحث في إيمانه، وبيقول لك من ليس له شيخ فالشيطان شيخه، وبرضه بيقول لك مقياس الكرامة لا تأتي إلا إذا أن تكون صوفي، وكمان بيقول لك شيخ مربي خير من شيخ يلقي عليك كلمة هو لا يفعلها، على أساس إن الشيخ المربي معصوم يعني. وبيقول لك بقى يا محترم، هو مين ده اللي عمال بيقول لك بيقول لك بيقول لك بيقول لي أنا؟ محدش قال لي حاجة، هو أنت كل حاجة بيقول لك بيقول لك، هو مين ده؟ معرفش، أنا بسمع برضه كده هما بيقولوا بيقول لك بيقول لك بيقول لك. يعني أي حاجة بيقول لك بيقولوا لك بيقولوا كده يعني عادي. خلاص يا عم ما بيقولكش، تعال نشوف. تعال يا اخويا نشوف. اهلا بكم مرة تانية اعزائي المشاهدين. النهاردة هنتكلم عن، انا مش هتكلم، انا هعلق على الكلام اللي الشيخ ده هيقوله، وطبعا الفيديو ده ان كان قديم فهم بيعتقدوا باللي فيه. هنعرف بقى فوائد شيخ الطريقة، وايه اللي بيعمله لك لما بتخش الخلوة عشان تشوف ربنا يقظة كده عادي، يعني عادي عادي عادي، بقول لك عادي. اسمع يا باشا، روح الشيخ مدخله خلوة. يدخله ايه؟ خلوة. قد يدخله خلوة يعني بيت. تمام. وقد يجعل قلبه خلوته. سلام على الكلام الجميل. ماشي كده؟ ماشي كده. ويديله ذكر واحد. ايوه ذكر الله. واحد. الله. لا ينشغل. يديك بقى ذكر ايه؟ واحد. عايز تشوف شكل الذكر؟ اتفرج يا باشا، اللي هو الله 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 الله، ده في الخلوة تبقى قاعد في اوضة لوحدك كده. تمام؟ عشان تبقى عارف بس يعني، ما اقولكش مش هيقعد بقى الواحد يقول لك الله 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 كده يعني. اسمع يا باشا. شغل بسواه. خلال 3 أيام، 3 أيام لا تزيد. 3 أيام في الخلوة، خد بالك، 3 تطلع تاكل وتشرب بس ترجع ماسك الله 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 بس بس كده. ترفع له الحواجز. بعد ال3 أيام ترفع لك الحواجز، خد بالك، ترفع لك الحواجز. ايه الحواجز دي بقى؟ اسمع. يعني لو الإنسان دخل خلوة ومخلص لله ومعاه ذكر واحد وجلس لله يذكر به، يصلي الفرض ولا ما يعملش أي حاجة تانية، ويذكر بهذا الذكر، يصلي الفرض وما يعملش أي حاجة تانية، عادي مش مهم تصلي وما تعملش أي حاجة تانية، يعني أنت مختلي 3 أيام تصلي الفرض وماسك الذكر ده بس، الله 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 كده. شوف بقى ايه الحواجز اللي هتترفع. هذا الذكر ترفع بينه وبين الحواجز كلها حتى يرى الناس في بيوتهم. يا سلام. حتى يرى الناس في بيوتهم، يعني تبقى انت قاعد كده وشايف بنت الجيران وهي بتطبخ، وشايف الناس في بيوتهم، شوف الناس بيعملوا في بيوتهم. شفت بقى؟ بس لازم تغض بصرك. لا هو اللي هيقول مش انا. اسمع. ودي فتنة بقى عليه. يا سلام على الفتنة. وكل ما رفعت حواجز، يعني ربنا اللي هيفتنك، خد بالك، عشان انت عبدت ربنا 3 أيام متواصلين فهيفتنك بالحاجة دي، يقوم رافع عنك الحواجز، تبقى انت قاعد كده في البيت وشايف الناس كلها بتعمل ايه في بيوتها كلها كلها. اتفضل يا باشا. يغض بصره. كلما ترفع حاجز تغض بصره. لازم اسم الستار يتخلق بيه. طب يبقى فايدتها ايه بقى؟ يبقى فايدتها ايه ان ربنا يرفع عني الحاجز لما انا هستر عيني؟ ما هي دي كرامه، ربنا ادهاني ان انا اشوف الناس في بيوتهم، يبقى اكيد ربنا قاصد ان انا اعمل كده لحكمه، اللي هي ايه؟ عشان اغض بصري؟ طب ما انا لو وقفت قدام الشارع هشوف الناس رايحه وجايه هغض بصري. ولا ايه؟ ولا لازم يرفع عنك الحاجز تشوف الناس في بيوتهم؟ ده انت بتقول اسم الستار، هو اسمه الستير مش الستار. تمام؟ كمل. هيشوف حاجات. حاجات. هيشوف بلاوي. يا لهوي، هتشوف بلاوي. يستر ويغض ايه؟ بصر. طرف. تمام. وتأتيه النباتات في هذه الخلوة. تمام. كل نبات يكلمه. يقول له أنا الفوائد اللي فيا كذا وأنا بشفي من كذا. وبعد النباتات هتجيلك وأنت قاعد في الخلوة في ال3 أيام دول.
الطماطم هتجيلك هتقولك انا على فكرة فواكه مش خضار، انا فواكه بس هم بيقطعوني سلطة مش عارفة ليه. هيجيلك البتنجان يقولك خلي بالك الحتة اللي تحت دي فيها فيتامينات حديدية، والحتة اللي فوق فيها فيتامينات مش عارف ايه كده يعني، واخد بالك؟ هتيجي بقى وهيجي العسل يقول لك انا بشفي من مرض كذا ومرض كذا ومرض كذا ومرض كذا ومرض كذا، هيجوا لك ويقول لك الكلام ده كله. اسمع، هي دي الخلوة. وبعدين تيجي النباتات، وبعدين تيجي الأحجار، وبعدين الأحجار هتجيلك، هيجيلك حتة زلطة كده تقول لك أنا حجر كريم، ويجي لك حجر مش عارف إيه يقول لك خلي بالك أنا من الجنة بس هم رموني في الشارع. اسمع، هي الأوضة هتساعي إيه ولا إيه؟ وبعدين تيجي الطيور يا سلام. جوه الخلوة. استنى مش استنى بس ما تستعجلش يا اخوانا، اللي وراه مشوار ولا حاجة يتوكل على الله، انا فاضي صراحة يعني. الطيور هتجيلك، يعني هيجيلك طائر النورس كده ويقولك انا بصنع العش بتاعي ازاي، وهيجيلك مثلا طائر الحمام ويقولك انا ببيض بيضتين كل 15 يوم عادي، ممكن عشانك خبيض لك بيضة كل يوم عادي يعني، ما انت كرمات يا باشا، انت ذكرت ربنا 3 ايام متواصلين. اسمع، الخلوة بتاعته، وبعدين يجي الجن. اوبا اوبا كده منطقة اعراض، الجن هيجيلك بعد كل ده، هيخش عليك الجن هيقولك انا بعمل ايه وفوايدي ايه واضراري ايه، وخد بالك ولو محتاج اي حاجة احنا خدامينك يا باشا، احنا خدامينك، احنا خدامين الحكومة. اسمع، وبعدين يجي الملائكة. صلاة النبي احسن، صلوا على رسول الله يا رجاله، صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتجيلك الملائكة في حين ان الجن محدش بيشوفهم، يعني محد هم يشوفوك انت ما تشوفهمش، وده نص قرآني. هتجيلك الملائكة، هتجيلك الملائكة، سيدنا جبريل كده ولا غيره ولا ايا كان مين اللي هيجي، عشان هو ما قالش، هو قال لك ملائكة، هتجيلك ملائكة تقول لك بقى احنا فايدتنا ايه وبنعمل ايه واضرارنا ايه وفوائدنا ايه كده. خلوة 3 ايام بذكر واحد، الله الله الله، هتشوف الكلام ده كله. اصبر، ده التقيل جاي، ده ربنا زمانه جاي، اصبر. فلو استأنس بأي شيء من هذه الأشياء يحجب عن الله. بص بقى ازاي بقى، انا هفهمك اصلا ما بفهمكش يعني، ما تستأنسش بالكلام ده، يعني الملائكة تخش ولا تعمل لها اعتبار ولا تتفاجئ ولا اي حاجة، الجن برضو يخش ولا عادي عادي، ايه يعني جن، يعني ايه جني، ده انا من جن يلا كده يعني، والطيور برضو ما تستأنسش بقى، ما تتبهرش يعني كده، عايزك تبقى عشان ايه، عشان ما تتحجبش على اللي جاي بعد كده اللي هو مين، ربنا. اسمع، وإن غض طرفه عن كل هذه الأشياء ظهر له الله. اتفضل يا باشا، يعني أي حد يخش الخلوة عليك اعمل نفسك من بنها، لا مؤاخذة بتوع بنها يعني، أنا معرفش هي معناها إيه، إن هو إن يعني ما معرفش يعني، بس أنا آسف إن كانت الكلمة دي يعني فيها حاجة غلط، اعمل نفسك مش من هنا، اعمل نفسك مش من هنا، يعني دخل ملك كده وحط رجل على رجله واعمل نفسك مش شايفه عادي، عشان إيه بقى؟ عشان يظهر لك ربنا. اسمع، ده شيخ معتبر، يطلع اي حد من المتصوفة يقول للراجل ده ضلالي، ده لو هو مش صوفي يعني، يعني انا عشان لو بفتري عليه يعني ولا كده، يطلع اي حد يقول للراجل ده احنا ما بنعترفش بيه، الشيخ صالح ولا صلاح. ويظهر له في صورة ويقول انا الله، يظهر له في صورة ويقول له انا الله. فاكر بقى قصة الشيخ كان مين يا ولا، اللهم ذكرني، مش فاكر كان الشيخ الجيلاني، والله اعلم مش فاكر الشيخ الجيلاني، الشيطان كان متمثل في صورة واحد وقال له انا ربنا، ظهر له ربنا بين السماء والارض وقال له انا الله، فقال له الشيخ خسئت فلن يرى الله احدا في الدنيا. ما هي هو الشيطان مش هيتمثل في صورة ربنا لأن مش هيعرف مش هيشوفه، تمام؟ إنما عادي واحد دخل عليك، واحد دلوقتي أنت ما تعرفوش وقال لك أنا ضابط مباحث، أنتش عرفك إن كان ضابط ولا مش ضابط، عادي هو قال له أنا الله، لو أنت بقى من الجماعة اللي بتمدد هتصدق بسرعة تقول له مدد يا رب مدد.
اسمع يا باشا. فكل ما ظهر الاداب بقى بتاعت الخلوه، كل ما ظهر لك في الخلوه وقال لك انا الله، فقل له انت بالله. انت بالله، اي حاجه تظهر وتقول لك انا الله ليس كمثله شيء، قل له انت بالله. انت ايه؟ بالله. طول ما انت في وعيك كده وشايف ومش عارف ايه، يبقى كل اللي هيجي لك ده انت في وعيك كده وبتاع، كل ده تجلي، يعني لسه الغمه ما جاتش انك هيغمى عليك، ما حضروش عليك الجماعه. تجلي وصوره. تقول له انت بالله. انت بالله. انت ايه؟ بالله. الى ان يغمرك النور وتفنى وتفنى حينئذ حينئذ ترى الله. ترى الله. صباح المخدرات. هو انتوا بتشربوا ايه؟ بتشربوا ايه بالظبط؟ حينئذ ترى الله. دخل عليك الطماطم والطيور والاحجار والملائكه وكل دول ما تنعلهمش هم، وبعد كده يجي لك حد يقول لك انا الله، تقول له انت بالله. الله متمثل في صوره حد، يقول له انت بالله. بعد كده يغمرك النور وتفنى حينئذ ترى الله. معرفش في كلام تاني ولا لا، اظن مفيش كلام اكتر من كده. انا هيقول لك ايه يعني؟ وكل ما اعطاك الله تاخذه بادب. كل حاجه ربنا يديها لك تاخذها بادب. هو انت بتستغطى بقى يا عم الشيخ؟ الفيديو ده يا اخوانا كان قديم، يعني بيؤمنوا بالكلام ده المتصوفه كلهم، ده حلم حياتهم، وخاصه اللي بيتكلموا في الموضوع ده كتير، الطريقه الكركريه غير طريقه الشيخ ده. دول عندهم تشوف نور ربنا يقظه، تقعد مع الشيخ كده تغمض عينك نص ساعه ويديك ذكر، هو يقعد يقرا ايات معينه كده، فجاه يقول لك يا عم الشيخ انا شفت نور ربنا، يقول لك مدد يا مولانا مدد. اسمع يا باشا. ولا تتعلق به. هي كمان. ولا تفرح به. يا سلام. ولا تفرح بكل ما مررت. يعني بص، يعني حتى اللي انت خدته من ربنا بايده كده اداهولك كده ما تفرحش بيه، شفتك لربنا ما تفرحش بيها، شفتك للملائكة ما تفرحش بيها، شفتك للجن ما تفرحش بيها، الحجر اتكلم وجي قال لك انا بعمل كذا وكذا، والطيور والخضروات ما تفرحش بيها. ليه يا عم الشيخ؟ ذلك بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق. يا سلام. وبما كنتم ايه؟ تمرح. يا سلام. وليكن فرحك بالله. بس وليكن فرحك ايه؟ بالله. دي اداب الخلوه والتوكل. واين هذا من قوله تعالى؟ يعني واحد يقول لك يا ربنا هيديله كل ده. فعلا. قال لك واين هذا من قوله تعالى من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. يا لهو يا لهو على الكلام والتفسيرات العلميه الرهيبه. كلام في محله، واحنا نقول حله يا حله. من تقرب إلي شبرا، جيت له في الخلوة واديته كل حاجة. انت تتقرب من ربنا شبر، ربنا يتقرب اليك ذراع. شوف بقى التقرب بتاع الذراع ده ربنا يديك فيه ايه. مش كده ولا كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ انت بقى ما تتقربش شبر، تقرب اليه ذراع. ما تقعدش بقى خلوه 3 ايام، خدها خلوه اسبوع، او اقعد 40 يوم زي الحلاج دخل الخلوه وطلع قال كلام كفري وش كده. وعند الله تجتمع الخصوم. ان عجبتك الحلقه لايك او ديسلايك، واكتب تعليق، وانشر الحلقه بين صحابك. السلام عليكم.